واحد. لكن معي في هذه اللحظات الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى. كابتن طارق، يعني تعليقك على النتيجة والشكل والمظهر المباراة في النهاية، يعني ما كانش متوقع، لكن تعليقك على المباراة بشكل عام. والله الحمد لله. طبعا زي ما انت قلت كده، خسارة هي كرة فيها كل حاجة، يعني خسارة مش متوقعة. احنا كنا يعني بداية المباراة بتاعتنا ما كانتش كويسة، زيت في أول 10 دقايق الزمالك جاب فيهم الجونين، بعد كده احنا تسيدنا المباراة بالكامل، بالذات الشوط الثاني كمان، يعني مش عايز تخش، ضيعنا فرص كتير قوي، حاجات سهلة قوي كانت بتضيع، في حاجات يعني كنت تيجي في القائم وبدل ما تخش جوه تطلع بره، فضيعنا فرص كتير. يعني مجمل المباراة باستثناء يعني ال 10 دقايق وربع ساعة اللي جه فيهم الجونين، الزمالك جه فيهم الجونين، بالتالي معظم المباراة احنا كنا أفضل، والشوط الثاني كنا كويسين قوي، 45 دقيقة مسيطرين. إنما أنا بتساءل، عايز نقطتين أتكلم فيهم بصراحة، يعني بعيد عن المباراة، الهرجلة اللي كانت موجودة دي سببها إيه؟ أنا بتساءل، يعني هرجله بشكل عام، هرجله في كل، في المدرج، في الملعب، باللعيبه، كل جهاز، حاجه مش طبيعيه. ما شفتش هرجله في حياتي، انا ده 17 مباراه اهلي وزمالك موجود انا فيها، ما شفتش هرجله بالشكل ده. فعايز بتساءل، الهرجله دي من منين؟ ايه سببها؟ ومين اللي مش عارف يسيطر على الهرجله دي؟ انا بتساءل. الحاجه الثانيه، ادى 5 دقايق وقت ضايع، لا الشوط الثاني، الشوط الاول 5 دقايق وكان يستحق 5 دقايق، الشوط الثاني ادى 5 دقايق. طب الخمس دقايق دول فعلا هم دول وقت ضايع بتوع الشوط الثاني؟ طيب حتى بعد كده بقى، تعالى على ايه ده 5 دقايق؟ الراجل كان واقع، كان في لاعب واقع من نادي الزمالك، على ما بدا يلعب الخمس دقايق كان فات دقيقتين. عايزين بس الناس تحسب الكلام ده في التلفزيون، شوف الكلام ده، يعني بعد الخمس دقايق برافع الخمس دقايق اصلا الشوط الثاني كان ممكن يبقى 7 و8 دقايق و9 دقايق، الشوط الثاني كان فيه وضع كتير جدا، في تغييرات، والراجل حارس المرمى وقع كتير قوي بتاع الزمالك، كان لا كان في وضع كتير. فبدا 5 دقايق، حتى الخمس دقايق ما تلعبوش 5 دقايق بالظبط، على ما الراجل قام عشان نبدا بقى، نبدا الخمس دقائق كان فات دقيقتين، لعبنا 3 دقائق. فهنا مفيش حمايه برضو، مفيش حمايه. انما مبروك لنادي الزمالك طبعا، مفيش كلام، يعني مش عايزين بقى، يعني في حاجات كتير طبعا في النهايه، طبعا مبروك لنادي الزمالك، هو زي ما قلت لك كان في اول 10 دقائق او ربع ساعه هو كان افضل، بعد كده احنا سيدنا المباراه، بس مفيش توفيق. يعني مطلوب نتخطى المرحله دي لان في حاجات اهم الفتره الجايه، كاس مصر ومباراه افريقيا. هي مباراه طبعا بنقف عندها وبنشوف اخطائنا ايه وبنشوف السلبيات اللي كانت عندنا وبنعالجها ان شاء الله الفتره اللي جايه. عندنا ان شاء الله مباراه مهمه جدا في كاس مصر ان شاء الله مع الاسيوطي، بتاهلنا ان شاء الله اللي قبل النهائي، بعدها عندنا ان شاء الله الترجي، يعني لسه لا في ماتشات تقيله، يعني في بطولتين بقى خلاص، احنا خلصنا الدوري باستثناء مباراه وحيده بقى تتلعب في اخر يعني لسه في اخر 5، انما عندنا بقى ماتش في الكاس ان شاء الله اللي جاي، وبعدها الترجي، وبعدها لو ربنا يكرمنا ان شاء الله هنلعب يعني قبل النهائي ان شاء الله، بس هنعدي الاسيوطي الاول. فبقول الحمد لله، واللي جاي افضل. لعيبه كانت رجاله النهارده، ما حدش اثر من اللعيبه خالص، ان شاء الله اللي جاي افضل بالنسبه لنا ان شاء الله. شكرا كابتن طارق، شكرا جزيلا.